السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم أخواني وأهلا وسهلا بكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة الهود والنظريات من العراق. اليوم احنا عندنا الدورات اللي يحبوه من العراق من بغداد تحديدا، هذا مول بابلون، شوفوه هذا مول بابلون بدورات لتعلم العود والغناء العربي. أنا شرف إلي الكبير أنه أعلمكم هذه الدورات في هذا المول. شوفوا تلاحظوا هذا الوراية، وهذا مول بابلون اللي موجود بالمنصور، مقابيل حلويات الخاصة طبعا. وأهلا وسهلا بكم وشرف إلي الكبير، حبيت أنه أعطيكم خبر بخصوص الدورات الموسيقية اللي تتعلم بها العود وأيضا الغناء العربي. شرف لي كبير واهلا وسهلا بكم، رقم التليفون موجود اسفل الفيديو، اللي حب يشترك في تعلم العود والغناء العربي موجود في مول بابلون في المنصور. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.